ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم كويسين. احلى كومنتات على الفيديو اللي فات. النهاردة الفيديو مختلف شوية. النهاردة الفيديو مراجعة عن موبايل. ايه، قبل ما ابدأ، انا عارفة ان في ناس كتير هتقول ايه علاقتك بالموبايلات، او ايه اللي يخليكي تراجعي موبايل، او ده ايه علاقته بالمحتوى اللي عندك. اللي ما يعرفش، انا كل شوية لما بجيب موبايل جديد بعمل له مراجعة. ممكن بنت تعمل مراجعة على الموبايل عادي، يعني ملوش علاقة، بلاش عنصري. انا السلسلة دي بسميها مراجعة المستهلك، لان انا برضو مش خبيرة في الموبايلات، انا بس بستهلك الموبايلات كتير وبتفرج على مراجعين موبايلات كتير، فبقيت بفهم فيها شوية. فانا عشان كده بسمي السلسلة دي مراجعة المستهلك. ودلوقتي بقى خليني اقول لكم تجربتي مع سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا. اسمه طويل جدا جدا جدا. قبل ما نبدا في الريفيو، خليني اقول لكم ايه الحاجات التانية اللي اتعلن عنها مع الموبايل. هما كانوا 5 حاجات، الموبايلين النوت 20 والنوت 20 الترا، وكمان 2 تابلت بمقاسين مختلفين، وكمان الزي فولد 2، وكمان الساعة والسماعة الجداد. النهاردة الفيديو هيكون عن النوت 20 الترا، وكمان ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن البود لايف الجديدة اللي انا اشتريتها مع التليفون. وللي ما يعرفش، سامسونج كانت عاملة ان اللي هيعمل بري اوردر قبل ما الموبايل ده ينزل وهيحجزه هياخد معاه البادز لايف هدية، علشان كده انا اخدته. وكمان توبي كان عامل فوتشر 1000 جنيه زيادة، فانا اشتريت بيهم شوية حاجات كده. قبل ما نفتح علبة النوت 20 الترا، خليني اقولكم بس الفرق بين النوت 20 العادي والنوت 20 الترا. السنة دي كان الفرق كبير، كان في حاجات كتير مختلفة بين الموبايلين. هما غيروا السلسلة خالص، يعني ولا بقت مثلا زي النوت 10 والنوت 10 بلس، ولا زي الاس مثلا في اس 20 وفي اس 20 بلس وفي اس 20 الترا. لا، هم خلوها بس نوت 20 ونوت 20 الترا. فروق طبيعية احنا متعودين عليها، زي مثلا حجم الشاشة في النوت 20 العادي 6.7، في النوت 20 الترا 6.9، وطبعا ده مش فرق كبير. مثلا الالوان، بيكون الموبايل ده في الوان مش موجودة في التاني، ففي النوت 20 العادي في 3 الوان، في اللون الميستيك برونز اللي هو اللون الاساسي للموبايلات السنه دي او لكل المنتجات السنه دي، اللون البرونزي اللي هو انا شايفاه مش برونزي، هو جاي على بينك شويه، وفي الميستيك جرين والميستيك جراي. ده في النوت 20 العادي. وفي النوت 20 الترا في الميستيك وايت والميستيك بلاك والميستيك برونز. برضه النوت 20 العادي كل الالوان مطفيه، الظهر مطفي. في النوت 20 الترا اللون البرونز بس هو اللي مطفي، واللون الابيض والاسود بيلمع. وكمان فرق طبيعي يكون النوت 20 وزنه اقل، 192 جرام، والنوت 20 الترا وزنه 208 جرام. وكمان النوت 20 العادي اسمك شويه من النوت 20 الترا. وخلينا بقى نبتدي في الفروق الموجوده فعلا بين التليفونين الكبيره السنه دي. اول حاجه هي الشكل، شكل الموبايل، شكل الكاميرات متغير، حتى شكل الشاشه في الالترا الحواف مربعة، في النوت العادي الحواف مدورة، وكمان في شاشة النوت العادي الشاشة مسطحة، ولكن في شاشة الالترا الشاشة فيها ايدج او كيرف من الجنب. الفرق اللي عمل ضجة هو ان ظهر الموبايل المواد اللي مصنوع منها متغيرة. في النوت 20 الالترا الظهر من الزجاج او من الازاز، وفي النوت 20 العادي الظهر من البولي كربونات اللي هو بلاستيك. دي اكتر حاجه ضايقت الناس، ان ازاي موبايل اللي هو مفروض في فلاج شيب بتاع سامسونج ازاي يكون الظهر من البلاستيك. وحتى في نسبه سطوع الشاشه، في النوت 20 العادي هي 1100 نتس، وفي النوت 20 الترا هي 1500 نتس. وكمان في فرق في الكاميرا الخلفيه الاساسيه، ان في النوت 20 العادي هي 64 ميجا بكسل، وفي النوت 20 الترا هي 108 ميجا بكسل.
وكمان كاميرا الزوم في النوت 20 بتقرب لحد 30 اكس بس، وفي النوت 20 الترا بتقرب لحد 50 اكس. وكمان في فرق ان في النوت 20 الترا في الليزر اوتو فوكس اللي هو بيظبط الفوكس بيخليه احسن واسرع من الفوكس العادي. وكمان في فرق في القلم، فرق وحيد بس في القلم، هو نفس القلم بالظبط، بس في فرق واحد ان سرعة الكتابة على الشاشة اللي هي الليتنسي بين انك تحرك القلم وبين ان الكتابة تظهر على الشاشة. في النوت 20 الترا هي 9 ملي في الثانية، وفي النوت 20 العادي تقريبا 15 او 16 ملي في الثانية، مش فاكرة بالظبط الرقم. واكيد بعد كل ده في فرق في السعر، والفرق هنا في السعر كبير. بالنسبة للأسعار الرسمية اللي موجودة في مصر، النوت 20 العادي ب 16500، والنوت 20 الترا ب 21100. ودلوقتي بقى خليني اقول لكم تجربتي انا الشخصية مع النوت 20 الترا، بس الاول هنروح نفتح العلبة سوا ونشوف اللي بيكون موجود مع الموبايل. ودلوقتي خلينا نفتح علبة الموبايل سوا. انا هفتح اللي باللون البرونز علشان ده موبايلي انا. من الجنب الشمال هتلاقوا اسم الموبايل، ومن الجنب اليمين ومن فوق مش هتلاقوا حاجة، ومن تحت فيه شوية معلومات بس عن التليفون. واول ما تفتحوا الكفر بتاع العلبة هتلاقوا فيه علبة صغيرة في ظهر الكفر، هتلاقوا فيها الكويك ستارت جايد، ومفروض كمان يبقى فيه جراب بس للأسف مفيش جراب. وهتلاقوا فيها البن بتاع الشريحة، وهتلاقوا قدامكم الموبايل باللون البرونز الحلو جدا جدا اللي عاجبني جدا جدا. واحلى لحظة وانا بشيل الورقة بتاعة الجهاز اول ما يطلع قبل ما اي حد يلمسه، بحب اللحظة دي جدا. وخلينا نكمل ونشوف في ايه تاني في العلبة. هتلاقوا الشاحن، دي النسخة المصرية، وهتلاقوه برضو بتايب سي. وبعد كده هنلاقي كرتونة هي فاضية، مفروض ان الكرتونة دي بيكون فيها السنون بتاعة القلم، بس القلم ده ما بيتغيرلوش السنون اصلا. وبعد كده هنلاقي السلك بتاع الشاحن، هنلاقي من الناحيتين هو تايب سي، ناحية للشاحن وناحية بتركب في التليفون الاتنين تايب سي. وبعدين هنلاقي السماعة الكي اي جي اللي بتيجي مع الموبايل اللي حلوة جدا، صوتها حلو جدا، الماتيريال بتاعتها حلوة جدا، والسماعة كمان بمدخل تايب سي لان هي بتركب مكان الشاحن، مفيش مدخل سماعة في التليفون ده. وبس كده نكون خلصنا كل الحاجات اللي بتيجي مع التليفون في العلبة. خلينا بقى نرجع ونراجع التليفون سوا. التليفون تصميمه يعني بريميوم بشكل غريب يليق بالفلاجشيب، شكل المستطيل اللي فيه الكاميرات مع الشكل الدائري لكل كاميرا لوحدها، وشكل الليزر اوتو فوكس اللي هو لونه اسود وفيه نقطة لونها احمر من هنا، والفلاش التصميم عبقري. كمان فكرة ان الموبايل مربع وزوايا مربعة، انا بحب الزوايا المربعة دي اكتر بكتير من الزوايا المدورة. يمكن الناس بتشوف ان الزوايا المدورة مريحة اكتر في المسكة، بس انا بحب الزوايا المربعة، بتكون شكلها احلى لما بتيجوا تتفرجوا على حاجة بالذات بالعرض كده، بيكون شكل الموبايل احلى. هنا اللون اللي معايا اللي هو الميستيك برونز، هو من ورا مشطوف يعني ازاز بس مطفي، ما بيسيبش اي بصمات مهما تحطوا ايديكوا ما بيبصمش، فدي حاجة عجبتني فيه جدا ان انتم مش محتاجين تمسحوا الظهر. لكن اللون الاسود اللي مع اخويا هو ازاز بيلمع عادي وبيبصم جدا جدا كالعادة. يعني اللي اتغير في التصميم شوية ان الزراير بقت كلها ناحية اليمين، زرار الباور والازرار بتاعة الصوت، ما بقاش فيه اي حاجة في الجنب الشمال، وبناء عليه بقى القلم في الجنب الشمال، وده اللي مضايق ناس كتير جدا، وبصراحة مش مضايقني انا نهائي. يعني يمكن اللي مضايقني شوية ان السماعة كمان من تحت ناحية الشمال، فده بيخليني وانا ماسكة التليفون كده بسد السماعة ساعات بايديا. التليفون هنا محمي بطبقة جوريلا جلاس فيكتوس اللي هي الجديدة دي، دلوقتي احسن طبقة حماية في العالم، وده اول جهاز يكون موجود عليه طبقة الحماية دي. والحاجة اللي ممكن تضايقكم شوية في تصميم التليفون هو ان المربع او المستطيل بتاع الكاميرات ده بارز جدا جدا عن ظهر الموبايل. طول ما انتم ماسكينه من غير جراب، وانا واحدة بحب استعمل الموبايل بتاعي من غير جراب، هتفضل دي مضايقاكوا كده، كبيره جدا جدا وبارزه جدا جدا كده. كان بالنسبه لظهر الموبايل، خلينا بقى ننبهر اكتر ونلف ونشوف
شاشة الموبايل العظيمة العبقرية، الشاشة الكبيرة الطويلة اللي ما فيهاش حواف، اللي فيها نوتش صغيرة جدا جدا بس نقطة كده من فوق علشان الكاميرا. يعني انا عن نفسي وانا بستخدم الجهاز بشوف الكاميرا دي حاجة مع النوتيفيكيشن فوق، ما بشوفهاش ان هي كاميرا اساسا. واسطوع الشاشة العظيم ال 1500 نيتس اللي انا قلت لكم عليه، مخلي الشاشة منورة جدا جدا، يعني انا ما بقدرش استعمله وهو منور للاخر، لازم يكون اقل شوية. وهنا برضو لسه عندنا نفس المشكلة بتاعت ال 120 هرتز، ما بتشتغلش غير على فول اتش دي بلس، بس ده طبعا ما يمنعش ان لسه دقة الشاشة عبقرية. هنا عندنا البصمة تحت الشاشة التراسونيك، ومكانها فوق شوية في الجهاز مش تحت قوي. انا مع الاستخدام حاسة ان سرعتها كويسة، يعني مش بطيئة. عادة البصمة اللي بتكون في الشاشة بتكون بطيئة شوية. وهنا الموبايل بيجي بمعالج اكزونوس 990 اللي الناس كلها بتكرهه، واللي هو موجود في كل العالم ما عدا بس في امريكا، هم اللي عندهم السناب دراجون. الاندرويد 10 والواجهة One UI 2.5. وفي الموبايل ده في نقطة في موضوع الرام، في الاول كان مفروض ان كل البلاد هينزل لها رام 12، حتى ان المراجعين قالوا ان الموبايل الرام 12، وهو في الحقيقة الموبايل الرام 8. فانا مش عارفة الخطأ فين بالظبط، يمكن في دولة معينة هي اللي هينزل لها الرام ال 12 جيجا رام، لكن اللي موجود هنا في مصر هو 8 جيجا رام. والذاكرة الداخلية هي 256 جيجا بايت. وكمان الموبايل هنا بيدعم يا اما شريحتين اتصال يا اما شريحة اتصال مع كارت ميموري. نيجي بقى للبطارية والشحن. البطارية 4500 ملي امبير، ويقال ان البطارية بتكون احسن مع معالج السناب دراجون، ولكن الموبايل يعني فيه فيتشرز كتير وفيه الشاشة كبيرة ونورها قوي، فكمان القلم، فبتهيألي ان كانوا محتاجين ان الموبايل ممكن حتى لو كان الموبايل يكون اسمك شوية ويكون قرب شوية من البروز بتاع الكاميرا، بس يكون البطارية اكبر شوية وتقعد اطول شوية. هنا الموبايل ما بيدعمش الشحن ال 45 واط، هو بس بيدعم ال 25 واط. طبعا بيدعم الشحن اللاسلكي وكمان الشحن اللاسلكي العكسي، اللي انت ممكن تقدري تشحني من التليفون اي حاجة تانية، زي مثلا السماعة بتاعتك ممكن تحطيها على ظهر التليفون ويشحن من التليفون نفسه من غير اي سلوك. دلوقتي نيجي لصوت التليفون او صوت سماعات التليفون. هنا عندكم الدولبي اتموس، ان انتوا تشغلوا سماعة المكالمات اللي هي مش باينة اساسا، انا مش شايفاها، وفي الحقيقة كمان مش شايفاها، يعني لازم تركزوا قوي وتضربوا نور علشان تشوفوا فين اصلا سماعة التليفون، هي مخفية حرفيا، انا مش شايفة سماعة التليفون، بس هو في خط رفيع جدا هنا مفروض ان هو ده سماعة المكالمات. لما بتشغلوا الدولبي اتموس بيكون الصوت كمان خارج من سماعة المكالمات، لو انتوا مثلا بتسمعوا اغاني او مشغلين فيديو، فبيكون الصوت خارج من تحت في السماعة العادية ومن السماعة بتاعت المكالمات اللي من فوق، فالصوت بيكون ستيريو، بيكون تحفة الصراحة. صوت الموبايل حلو جدا، حتى لو انتوا مش مشغلين السماعة اللي فوق دي، صوت السماعة اللي تحت عالي ونقي وحلو جدا. ونيجي بقى للحاجة اللي انا بتهمني جدا كيوتيوبر في الموبايلات وكواحدة بتحب التصوير، وتقريبا كل الناس دلوقتي بقى بيهمها الكاميرات في الموبايل. وخلونا نتكلم الاول عن الكاميرا الامامية اللي هي الصغيرة جدا اللي فوق دي، هي 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.2. ونيجي بقى للمستطيل العظيم اللي فيه الثلاث كاميرات والفلاش والليزر اوتو فوكس. الكاميرات الخلفية التلاتة ايه الفرق ما بينهم؟ فاول حاجة عندنا الكاميرا الاساسية 108 ميجا بيكسل، والكاميرا الالترا وايد بتجيب الصورة اوسع، دي بدقة 12 ميجا بيكسل. تالت كاميرا هي البيريسكوب اللي هي بتقرب الصورة اللي فيها الخمسين زوم، فيها 5x زوم من غير ما تفقدوا اي كواليتي، و50x زوم وبتكون الكواليتي قلت. وكمان عندنا الليزر اوتو فوكس اللي هو بيظبط الفوكس بشكل اسرع وادق واحسن، وبيخلي الاطراف في الفوكس تكون افضل. نيجي للفيديو، الفيديو بيصور لحد
8K واللي هو هيطلع لكم فيديوهات بحجم عملاق ما تعرفوش تستعملوها في اي حاجه، ولكن طبعا هو اوبشن موجود لو عايزين تستعملوها تستعملوها. وكمان الزوم في الفيديو زاد بقى لحد 20x. كمان في ميزه في تصوير الفيديو انا عن نفسي حبيتها جدا، وهي في الوضع الاحترافي تقدروا ان انتوا تختاروا انهي مايك اللي يسجل الصوت في الفيديو. يعني لو عايزين تخلوا المايك اللي قدام هو اللي بيصور، او المايك اللي ورا، او حتى مايك وايرلس، او حتى مايك انتوا شابكينه في التليفون، فلو انتوا بتصوروا فيديوهات ده هيكون اوبشن ممتاز ليكم. ونيجي لاهم حاجه اللي هي بتميز النوت، وهي الاس بن. القلم دلوقتي بقى بيجي بنفس لون التليفون. القلم ده فيه بطارية بتشحن طول ما انتوا حاطين القلم جوه التليفون. القلم ده فيه ايماءات وحركات كتير جدا تقدروا تغيروها، تقدروا تفتحوا منها ابليكيشنز مختلفة، تقدروا منها تاخدوا سكرين شوت، تقدروا ترجعوا لورا، ترجعوا للهوم. كمان تقدروا تغيروا الايماءات دي بتعمل ايه، يعني مش شرط ان هي تعمل الحاجة اللي هي مظبوطة عليها، ممكن تغيروا الايماءات دي بتعمل ايه. وكمان بتشتغل جوه الابليكيشنز زي اليوتيوب مثلا، تقدروا تشغلوا الايماءات دي فيه وتوقفوا او تشغلوا الفيديو، تجيبوا الفيديو اللي قبله، تجيبوا الفيديو اللي بعده. وكمان برنامج النوتس في الموبايل ده مختلف شوية عن باقي الموبايلات، في حاجات كتير تقدروا تعدلوا على ملفات البي دي اف، تقدروا بعد ما تكتبوا بالقلم ان انتوا تخلوا الكتابة دي تبقى كتابة عادية كأنكم كاتبينها بالكيبورد، تقدروا لو كتبتوا بخط ميل ان انتوا تعدلوا الخط ده. حتى النوت اللي انتوا بتكتبوها تقدروا تعملوا لها سيف بكذا شكل، ممكن تخلوها نوت عادية، تعملوها بي دي اف، تعملوها اللي انتوا عايزينه. فبجد البرنامج بتاع النوتس متقدم جدا عن باقي البرامج اللي موجودة في باقي التليفونات، لان ده طبيعي هو اسمه نوت، الموبايل اسمه نوت، فهو بيهتم بان انتوا تاخدوا نوت بشكل مريح. وكمان الشاشة هنا حتى لو انتوا مش بتكتبوا نوت، لو انتوا سندين ايديكوا وبتستعملوا القلم، الشاشة بتفرق جدا بين ايديكوا وبين القلم، يعني ما بتغلطش او ما بتتلخبطش ايه ليه في حركتين على الشاشة، بتستجيب لحركة القلم. وكمان هنا سامسونج طورت السامسونج ديكس وبقى وايرلس، يعني تقدروا تخلوا الموبايل مربوط باي جهاز عندكم، زي مثلا شاشة عندكم، من غير اي كابلات، من غير اي حاجة. فانا عن نفسي مبسوطة جدا بالموبايل الالترا، اللي هو الترا فعلا، هو زيادة في حاجات حتى انتم مش هتستخدموها، الموبايل بزيادة قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وكمان اعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، بعدها فعلوا زر الجرس عشان كل فيديو جديد بنزله يوصل لكم. وكمان ما تنسوش الكومنتات، لان احلى كومنتات على الفيديو ده احطها في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، سلام.